دريم كاست الجهاز القوي المظلوم فيه يجي 620 لعبه، الجهاز اللي من شركه سيجا ونست عليه العاب حلوه زي ذا هاوس اوف ذا ديد 2 وسونيك ادفنجر وريس تاكسي. بس ليه الجهاز فشل؟ بلايستيشن 2 وقتها كان مسيطر على السوق، واي حد بتشوفه بتلاقيه عنده بلايستيشن 2، اما دريم كاست الناس ما كانتش مهتمه قوي بيه، وده يجيب لنا السبب التاني. سمعة سيجا كانت سيئة جدا بعد طرفية النون 30X لجهاز سيجا ساترن، فالناس نسيت حاجة اسمها سيجا زي ما الناس نسوا حاجة اسمها اتاري بسبب جهاز جاكوار ولعبة اي تي، لكن صورة سمعتها كانت قوية جدا بسبب جهاز البلايستيشن 1 اللي معظمنا عندنا ذكريات معاه. سهل جدا انك تكرسل الالعاب، وكل عليك انك تفتح الكمبيوتر تجيب اسطوانه من 5 جنيه و10 جنيه، جيب اللعبه من على النت، استعمل برنامج معين، بوم اللعبه بين ايديك، وكل ده ب 10 جنيه بس. بسبب كده الالعاب الاصليه ما كانتش بتتباع كتير بسبب سهوله الكرسانه في الجهاز، وده خلى بعض الالعاب تكون مبيعاتها سيئه جدا. بعد الفيديو ده، هل الجهاز ده ضعيف؟ لا بالعكس، الجهاز قوي جدا والعابه اسطوريه، لكن الاسباب الثلاثه اللي قلتهم كانت الجهاز ما يباعش غير 9 ملايين نسخه بس، وده عدد ضعيف مقارنه بالبلايستيشن 2 اللي باع 155 مليون نسخه، وبلايستيشن 1 اللي باع 100 مليون نسخه، ونينتندو 64 اللي باع حوالي 34 مليون نسخه. وبس كده يكون خلصت المقطع، كان معاكم ام فراج، على السلامه.